قبل كان انه يعني كانوا الدكاتره يقولوا لبابا وماما انه يعني الحديد عندها عم يرتفع لازم تاخذ. كان قبل ما اخذ علبه الدواء على طول بطني يوجعني، كان عندي على طول الدم انه على طول يظل نازل، فلازم تاخذ علبه الدواء. هلا وقت اعطونا علبه الدواء الحديد عندي عم ينزل، لا كله تحسن وهسه ما عاد بطني صار يوجعني. وبتمنى انه لقدام انه يعني ظلوا يعطونا علبه دواء عشان الحديد عندي ما يتضخم، ويعني الاطحال كمان اذا تضخمت انه لازم يشيلوا لي اياها. هم قالوا انه لثلاث اشهر، انه يعني هم بيقدروا انه يعطونا لثلاث اشهر. الدم باخذه كل 15 يوم او شهر يعني حسب ما يكون خضابي. قام بلفي الدم بيطلعونا جمعيه العون، يعني امرات باخذني بابا امرات تاخذني ماما يعني حسب. يعني انا كل يوم انه بحب اني اروح على موقع مكاني يعني بستلم مع صاحباتي، وانه يعني هناك انه يعني معامله المعلمات كثير منيحه. يعني انا بحب انه ما بتمنى على الله انه اميت تصير الساعه 12 عشان اروح على موقع مكاني، انه يعني بستلم مع صاحباتي انه بدي السنه الجاي انه يطلع اعلى واطلع من الاوائل ان شاء الله. يعني واني بالصف الرابع طلع معدلي 94، السنه هاي بالخامس طلع 88. انه السنه هاي تراجعت بس انه ان شاء الله السنه الجاي بدي اطلع من الاوائل وبدي اشد حيلي عشان انه اطلع من الاوائل.